مشاهدينا الكرام، لتعليقي على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور عبد الحميد. بداية، أصدرتم بيانا في هيئة علماء المسلمين عن صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي بالأمس، ماذا تعني هذه الصفقة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي صفقة ليست بالجديدة لكنها جديدة في إعلانها، وإن كان منذ مدة أكثر من سنة كانت الإدارة الأمريكية قد سربتها وحاولت أنه تستكشف مدى تعامل وتفاعل الناس معها، وبناء على مرور مدة طويلة من الزمن لم يتحرك للأسف العالم الإسلامي تجاه هذه الصفقة تحركا حقيقيا، ولا سيما من بعض الحكام، وإنما كان هنالك تماهي معها. جاء اليوم الأمس إعلان رسمي عن هذه الصفقة، والتي هي في حقيقتها بيع ومحاولة الإجهاض على القضية الفلسطينية وإنهاء أي حق للفلسطينيين ببلدهم، وجعل الغاصب المعتدي المحتل الكيان الصهيوني هو صاحب الأرض وهو صاحب الكلمة والقرار له في هذه الأرض. دكتور عبد الحميد، يعني غاب عن إعلان الصفقة الطرف الفلسطيني، كيف يمكن لأي صفقة أن تمرر دون الأطراف الفاعلة فيها؟ لأن هكذا يتعامل للأسف، يعني يتعامل أولا الاحتلال الأمريكي، يعني خاصة إدارة ترامب، وأيضا بالتعاون مع إدارة الكيان الصهيوني، هكذا يتعاملون وينظرون إلى الشعب الفلسطيني، فهم ينظرون إليهم على أنهم شعب مستعبد وليس لهم أي حق، وربما ينظرون إلى ما جاء من فتات في هذه الصفة على أنها منا لهؤلاء الشعب، ونحن يجب أنه لا نقطع بين هذه الصفقة وبين قرارات عديدة جدا للكيان الصهيوني وللإدارة الأمريكية في حرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه. جاء في بيانكم أن الإدارة الأمريكية تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية من خلال هذه الصفقة، على ما يدلل انحياز الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني في وقت يتم الحديث فيه عن تحالفات استراتيجية مع العرب؟ يعني ليس غريبا وليس سرا أن أمريكا باتت مسيطرة ومسيرة من قبل لوبي صهيوني كبير جدا، وأن العديد من المشاريع، مشاريع أمريكا في المنطقة، هي متوافقة كل التوافق مع مشاريع الكيان الصهيوني التوسعية وتثبيت أركانه أو أقدامه في فلسطين المحتلة. هذا أمر. الأمر الآخر للأسف، يعني الكثير من الحكومات العربية والإسلامية أصبحت رهينة للإدارة الأمريكية، موافقة على كل ما تفرضه عليها هذه الإدارة بما فيها هذه الصفقة للأسف، والثمن هو شعوبنا وقضيتنا الفلسطينية، وهؤلاء يظنون أنه بموافقتهم هذه هو تثبيت لكراسيهم ومناصبهم. دكتور عبد الحميد، ما الواجب على الفصائل الفلسطينية خاصة والعرب والمسلمين بشكل عام فعله بعد إعلان ترامب لهذه الصفقة؟ وفعلا لا يتعلق بالشعب الفلسطيني ولا بتفاصيله، وإنما هو واجب الأمة جمعاء كل من مكانه وبحسب ما يستطيع وبحسب الأولويات، وهنا الواجب على الجميع هو رفض هذه الصفقة ورفض تمريرها بأي شكل من الأشكال. هذا من جهة. من جهة الأخرى لا يكتفي بالرفض، وإنما يجب أنه يسعى الكل بما أوتي من قوة للضغط على الحكومات، سواء ناحية اقتصادية وسياسية وإعلامية، لعدم الإفشال، يعني لإفشال هذه الصفقة بكل السبل، والشعوب قادرة على تغيير الكثير من القرارات، ولا بد أن يأتي اليوم الذي تتحقق فيه إرادة الشعوب بإذن الله تعالى. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول، شكرا جزيلا لك.